أوقات عصيبة بالتأكيد في هذه المباراة، كل شيء في الواجهة الناحية المالية والسمعة وحتى القيمة الفنية. النجاح في هذه المسابقة يعني لك الكثير بالتأكيد، كلها أمور تزيد من حماس الجماهير، تزيد من إثارة هذه المباراة وتجعل لها طعم مختلف. مهم جدا تجاوز هذه المباراة والبقاء فترة أطول في هذه البطولة. نتواجد اليوم في ملعب رائع كما تشاهدون الصور، كل شيء مثالي جدا في هذه المدرجات. لم يفوتك الكثير إذا بدأت. يبحث عن المهاجم، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة لا تمر. كرة من جهة اليمين، الله على هذه المهارة. تحية هنا للدفاع على العمل الكبير اللي يقدمه في مباراة اليوم. بينية جميلة أمامه والتسديد، يتعامل مع الكرة بلا أي تعقيدات. ممتاز في التمرير، يحاول أن يلعب كرة بينية. ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة، الكرة في المرمى، يا سلام. وهذا هو الهدف الافتتاحي في اللقاء. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. يمر ويلعب كرة بينية، فرصة سانحة للتسديد، يلعبها ببراعة والكرة تعانق الشباك. تعادل يأتي سريعا جدا، تعادل سريع في هذه المواجهة. هدف مهم جدا من الناحية النفسية. الآن أنت لا تستقبل الضغط مثل المنافس، وعليك أن تستفيد من هذه الوضعية. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب، كانت هناك مساحات. يسدد الكرة، يخطف الأنظار هنا في هذه الكرة رأسية، محاولة جيدة لكن لم تدخل المرمى. محاولة جيدة من الفريق لكن عليهم التركيز على ضغط قوي وينجح في استعادتها. يلعبها على اليمين، مساحة كبيرة أمامه، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. إنقاذ غير عادي، ضربة رأسية، الكرة القريبة لكنها لم تسجل. باص سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. كرة عرضية، أرضية، تسديدة من أول لمسة، ربما لو مرت لكانت خطيرة. دفاع رائع اليوم، الآن فرصتهم للمرتدة. عدت الكرة، اعتراف في وقت مثالي، أداء دفاعي كبير في مباراة اليوم. يسيطر على الكرة، يلعب العرضية، كرة رأسية، متابعة الكرة المرتدة، يحاول مجددا. والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط. ركلة البداية لمواصلة هذه المباراة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب، كرة تعود إلى منتصف الملعب.
فاتت ومرت وصلت إليه، يشتت الكرة بعيدا. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. كيم تاي هوان يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة. الله، ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يلعب كرة للجانب الأيمن، عرضية، ضربة رأسية. لن تسبب أي تبديلات من الجانبين من أجل صناعة الفارق الآن. كرة طويلة للأمام، لم يصل بالكرة إلى الحد اللي يشكل فيه خطورة حقيقية على خصمه، ولم يكن مصدر تهديد حقيقي. لعب، يا إلهي، الكرة تصطدم في القائم، يا له من سوء حظ. كرة رأسية، تدرج جميل بالكرة لصالح المنطقة. نمبر 20 coming on the field. نمبر 21. نمبر 24. فرصة للتسديد، كان لابد من التشديد. مخالفة واضحة جدا، ركلة حرة يحتسبها الحكم. يلعبها في التسديدة في اتجاه المرمى، والهدف يأتي، وهكذا تنجح عودتهم الكبيرة في المباراة. ينجحون في التقدم بالنتيجة بفارق هدف وحيد. ينتظرها لاعب في المساحة، تمركز سليم لقطع الكرة بهدوء وكثير من العزم، يحاولون تحقيق التعادل قبل نهاية المباراة. تمريرة جميلة، لديه حلول كثيرة الآن. تسديدة، أي فرصة ضاعت هنا. لدينا تغيير جديد هنا، يقطعها في الوقت المناسب. أداء رائع جدا من المدافع. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، عرضية داخل منطقة الجزاء، يقطع الكرة بشكل رائع. أكيد يحاولون قتل المباراة والخصم بتعزيز التقدم، لا يدافعون عن تقدمهم فقط، ولكن أيضا يلعبها ببراعة. لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا، محاولة والآن تهدئة الأمور حتى تنتهي المباراة ويخرج منتصرا من الميدان. بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة. سيء، لم يكن بشكل جيد في اللقطة الماضية. الكرة ملعوبة من مسافة، شوف الروعة في التمرير بين اللاعبين. كرة تعود للخلف، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة. مؤلمة جدا خسارة هذا اليوم، لم تكن هذه هي النتيجة المطلوبة في مباراة اليوم. يبدو أن الفريق انهار تحت الضغط في هذه المواجهة. الخسارة اليوم مؤلمة، ومؤلمة جدا، إحباط بضياع كل شيء وخسارة المواجهة. كان يجب على الفريق الاستعداد بصورة أفضل.